مسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وأمور المسلمين، وفرج علينا فرجا عاجلا غير آجل. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من حالنا، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انقطعت آمالنا إلا منك، وخاب رجاؤنا إلا فيك. اللهم انقطعت آمالنا إلا منك، وخاب رجاؤنا إلا فيك. يا غارة الله جد السير مسرعة لحل عقدتنا، يا غارة الله. اللهم فرج عن أهلنا في حمص ما أهمهم وما أغمهم. اللهم شاف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أحينا ما كانت الحياة زيادة لنا في كل خير، وأمتنا ما كان الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك، أو صدرا على بليتك، أو رحيلا من الدنيا إلى رحمتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير. يا الله نهدر عبيدك، يا الله يا الله تنصر حمص، يا الله تنصر حمص، يا الله. أبدا والله لن نرجع إلا لله.